سلام أيها الرجل، سلام أيها الرجل، سلام كله قوة، سلام أيها الرجل، سلام كله قبل، أيا جرنازنا الألق، سلام كله شعل. لقد كانت مسيرتكم، لقد كانت مسيرتكم عطاء كان متصل وبالإنسان تمزجه وبالأعلاق منفتل، كوثق الله تمسكها بحبل الله تتصل، كوثق الله تمسكها بحبل الله تتصل، فلزورت مبادئكم، فلزورت مبادئكم، ولا أسرى بكم زلل، ولا خارت عزائمكم، ولا أوتت بكم أثل، رفاق في مسيرتكم بها الكلمات ما بخلوا، لقد قالوا وقد شهدوا وما أوتى بهم دجلوا، فليس الناس ما سمعوا ولكن بالذي عملوا، وليس الناس ما قالوا ولكن بالذي فعلوا. أنا الأستاذ الدكتور سالم مدلل، وبالنيابة على زملائي أعضاء هيئة التدريس والطلبة بأسمى آيات الشكر والتقدير عما وجدناه لديكم من تعاون وما أوليتموه للقسم من أهمية، يكفي أن أذكر من بينها حرصكم وتشجيعكم لنا على إعداد برنامج الدكتوراه الذي ينتظره المئات من الليبيين والليبيات. وإننا نكرم اليوم زميلا عزيزا له في قلوبنا كل المحبة والتقدير. الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربية لمناشط الشباب MAYA ومركز MAYA أن يقدم مصطفى جرناس. براءة جرعة التميز والإبداع. يسر المؤسسة الدولية للسلام وتنمية الإنسان وفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة هدى العبيدي، عميد مدرسة اللغات بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور، طبعا ورئيس احتفال تكريم الدكتور المتقاعد الدكتور مصطفى عيسى جرناز، خاصة بعد تسليمه لرئاسة الأكاديمية للدكتور المحترم دكتور رمضان المدني الذي نتمنى له الموفقية والسداد. اليوم طبعا وفقنا إلى حد كبير في تقديم ولو جزء بسيط من الوفاء والعرفان والشكر والتقدير للمسيرة العلمية التي قدمها الدكتور مصطفى جرناز طيلة فترة توليه منصبه من 2016 ل 2021، فكانت فترة حافلة بتوقيع الاتفاقيات بفتح الفروع في جميع أنحاء ليبيا. طبعا أنا استلمت عمادة المدرسة في شهر 10 في 2021، فكانت فترة قصيرة. في خلال هذه الفترة نكاد نقول أن أسسنا مدرسة جديدة حقيقة. شكرا لدكتور رمضان المدني الذي أولاني هذه المهمة، وأتمنى أن ينال رضا الحضور والموجودين.